الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وهذا ما جسدته الجنين اليوم وما جسدته بقية مدن الضفة الغربية خلال الفترة السابقة. من هنا فإننا نعاهد شهدائنا الأبطال على مواصلة السير على خطاهم على طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين بإذن الله تعالى. المخيم جنين لم تتوقف الحملات الصهيونية على الإطلاق منذ 2002 نيسان 2002 إلى الآن، لم نتوقف عن هذا المخيم. أبطال المقاومة في مخيم جنين يوصلون رسالة للشعب الفلسطيني بأكمله ولهذا الاحتلال بأن القدس ما دامت وما زالت تهود، وبأن شعبنا في غزة ما صار محاصرين، وبأن هناك المستوطنات ما زالت تبنى ويبنى الجدار وتصادر ثرواتنا، وشعبنا مشرد وما زلنا لاجئين في مخيمنا. سنبقى مستمرين في المواجهة والمقاومة ونصد عدوان هذا الاحتلال. نقول لهذا الاحتلال أن مخيم جنين لن تكسر إرادته. المقاومة في مخيم جنين وعلى امتداد الوطن الفلسطيني لن تكسر. هم اختبروا مخيم جنين ويختبرون كل يوم إرادة هذا الشعب التي لا تكسر. هذا الشعب يدافع عن حقه في الوجود، يدافع عن أرضه، يدافع عن مقدساته.